محطة في فقرة شرفاتك عزيزة تبارك الله، الفقرات كانت كاملة مفيدة، وكنتمنى تلامس جميع فضول المستمعين الكرام. وصلنا للفقرة ربما الثقافية، نعم، بعد اللقاء الآن مع الكاتب. نعم، الكاتب الروائي هيثم الشويردي اللي صدر له صدرت له رواية بعنوان خلاص الرحيل، أول باكورة من إصداراته الأدبية. كيسعدنا باش تصادفوا هيثم على أمواج إذاعة طنجة. مرحبا بك سي هيثم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وكنحيي جميع المستمعين ديال إذاعة راديو طنجة. مرحبا. إذا شاركتي مؤخرا في معرض الكتاب الدار البيضاء ياك؟ شاركت في معرض الكتاب وكانت نتائج إيجابية، وشفنا زعما الإقبال ديال الناس على القراءة والأدب والثقافة عموما، وزعما خاصة الشباب كان الأمر مفرح أن نشوفوا طبقة الشباب أنهم كيهتموا بالأدب والثقافة. نعم، وقعتي الكتاب ديالك تماك أول باكورة كما قالت الزميلة عزيزة؟ وقعت الكتاب ديالي، والمفاجأة أن الأكثرية اللي جاو عندي كانوا شباب. شباب، نعم. شباب، وخاصة الشباب ديال الجامعي ديال الطلبة الجامعيين، كانوا زعما مهتمين بالرواية وعجباتهم، لأنه أصلا الرواية كتحدث على معاناة الطلبة الجامعيين. نعم، جميل. خلاص الرحيل سميتيها. خلاص الرحيل. نعم. أو الهروب من مكان إلى مكان إذا. نعم، كيف جاتك فكرة ديال كتابة الرواية؟ صراحة أنني من دايما كنت كنفكر نكتب، مي جبرت البكالوريا كنت وطلعت للجامعة كنت بديت كنكتب خواطر وقطع شعرية، ولكن ما جاتني الفكرة ديال نكتب الرواية وندخل في عالم الرواية كانت في 2015، لأن هذه الرواية مكتوبة هذه عامين. دابا عاد جاتني الفرصة أنني نشرها. نعم، جميلة. الغلاف أسود مكتوب بالأحمر، شكون صمم لك؟ صراحة الغلاف والعنوان بالأحمر كانت الفكرة ديالي، لأني حاولت نعكس ديك الطابعة ديال الميلانكولية، يعني السوداوية، لأن الرواية هي بطبيعتها تراجيديا كتعكس الآلام ديال الشباب. نعم، جميل. والطريقة ديال الكتابة وطريقة السرد كيف تناولتيها؟ طريقة الكتابة ديالي أنا تناولت واحد الطريقة زعما بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت هي سينمائية، ملي كتقرا الرواية كأنك تشاهد فيلم، زعما واحد الطريقة تعبيرية أنك تشاهد فيلم، كتحس بالشخصيات وبالمعاناة ديالهم وكتنغمس معاهم في أثناء القراءة الرواية. نعم، والموضوع قلتي كيهم الشباب. كيهم الشباب، الموضوع الرواية هي المعاناة النفسية والاجتماعية والاقتصادية، الثلاثة ديال الشخص اللي هما إسماعيل وحكيم وأمل اللي كيعانيوا من اضطرابات اجتماعية واضطرابات نفسية. كنلاحظوا أنني عملت تشريح نفسي واجتماعي من هاد أبطال الرواية، زعما كيعكسوا المعاناة ديالو. أول رواية وإن شاء الله غادي يجيو أعمال أخرى إن شاء الله. إن شاء الله عندي دابا جوج روايات ومسرح شعري، وخدام دابا على واحد الكتاب فلسفي. نعم، والشعر كتكتب الشعر باقي ما أنش الأوان ديال هو ديك الشعر، عندي شعر مسرحي هو واحد العمل واجد دابا كنتسنى نطبعو باش نطبعو إن شاء الله. نعم، غادي يتوقع غير معرض الكتاب غادي يتوقع الرواية إن شاء الله عما قريب؟ إن شاء الله عندي توقيعات هنا في الجهة ديال الشمال طنجة تطوان العرائش القصر الكبير، عن يكونوا عندي إن شاء الله حفلة توقيع إن شاء الله. الدراسة ديالك أدبية كانت؟ لا، الدراسة ديالي اقتصادية وعلمية. اقتصادية وعلمية، كيف جيتي من الاقتصاد والعلوم للأدب؟ دائما أنا كنت مهتم بالأدب من الطفولة ديالي، وأنا كنطالع وكنقرأ زعما باقي عقل السن ديالي سبع سنوات، وأنا كنطالع القصص والمجلات زعما دائما مهتم. نعم، تبارك الله عليك. معك الأستاذ عبد القادر السبيطي. مرحبا أستاذ عبد القادر. نشكركم على الاستضافة، والحضور دائما في إذاعة طنجة ممتع. مرحبا. إذا قريتي خلص الرحيل ولا باقي؟
نعم قريتها، كنت قريتها عدة مرات، وقمت ب يعني مساهمة في مراجعة اللغوية، وكذلك يعني من ناحية التصفيف ومن بعض الاقتراحات للأخ هيثم الشوردي. نعم، تين عندك موقع إلكتروني؟ عندي موقع إلكتروني، نعم. جريدة، عبارة عن جريدة كتخرج يوميا؟ هو جريدة إلكترونية يومية تصدر من العرائش، نعم. نعم 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 كتناول فيها الأعمال الأدبية؟ نعم فيها المادة الثقافية، المادة هي جريدة إخبارية شاملة، يعني تعالج اهتمامات وقضايا يعني الشأن المحلي، سواء كان ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي، بجميع التلوين ديالو. نعم، كنتمنى لك التوفيق سي عبد القادر الصبيطي. بالإضافة أني قمت بتصدير غلاف الرواية، يعني أني أشرفت على قراءتها، يعني وضعت تقديم في تصدير الغلاف. نعم، يعني في هذه الرواية هي حاولت يعني مش من الجانب النقدي، حاولت نقرأ قراءة يعني انطباعية، لأن الرواية هي لأن أنا اختصاصي الأدب، ولكن حاولت نكون انطباعي في قراءة شاملة للرواية، سواء على مستوى الموضوع، على مستوى التيمات، على مستوى الشخصيات، وكذلك على مستوى تناولها يعني لفضاء طنجة، نعم وبالأخص أن نعرف الحضور ديال طنجة في الفضاء الروائي جد مهم على مستوى العالم والمغربي، يعني تناولها بصفة. والأخ هيثم تناول الفضاء الجامعي، وهذا جديد، بالأخص أنه تصريح للمشاكل التي يعاني منها الشباب، كذلك طنجة بعوالمها الساحرة، بعوالمها